السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دعاء من قناة أسهل وأسرع الوصفات. حبايب قلبي أصدقاء القناة، النهاردة معانا وصفات سريعة جدا ولذيذة للفطار والعشاء وأفكار جديدة إن شاء الله تعجبكم. ما تنسوش تفعلوا الجرس وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل يوم أفكارنا الجديدة وصفاتنا السهلة والسريعة. أول حاجة معانا هنا بيضتين، هنزل عليهم بأربع معالق كبار من الشوفان ومعلقتين من الحليب والملح والفلفل وشوية من البهارات المشكلة بالشكل ده كده، وهنخلطهم كويس جدا، وعلى ورق الزبدة في صاج الفرن هنفردهم بالشكل ده كده، وهنغطيهم بورق الزبدة بالشكل ده كده، وهندخلهم الفرن لمدة 10 دقايق. هتطلع معاكي بالشكل ده كده، هتعملي هتضيفي الاضافات اللي موجودة عندك، جبنة، صوص الطماطم او جبن اجبان، ويطلع معاكي ساندوتش جميل جدا ان شاء الله يعجبكم بالشكل ده كده. معنا الوصفة التانية، عيش الكروسون او اي نوع عيش يكون خفيف موجود عندك، هتفرميه كويس جدا. معانا هنا 4 بيضات، هنخلطهم كويس جدا، وهنضيف الملح والفلفل، وبعد كده هنضيف العيش المفروم بتاعنا. لو عندك بقى قطع من البسطرمة او قطع من اللانشون او البيف بتقدري تضيفي وتخلطي كويس، وفي طاسة على النار فيها قطعة من الزبدة هتنزلي بالخليط بتاعك وتسيبيه 2 3 دقايق على الوش الاولاني، وبعد كده هتقلبيه على الناحية التانية بالشكل ده كده، وهتغطي عليه 2 3 دقايق، وهيبقى معاكي فطار سهل وسريع ولذيذ كمان في اقل من 2 دقيقة. افكار جميلة جدا ان شاء الله تنول اعجابكم. في طاسة على النار فيها قطعة من الزبدة، معانا هنا بصل اخضر مقطع قطع صغيرة وفصين توم معايا، هندبلهم شوية كده في الطاسة. معانا 4 بيضات، وهنضيف عليهم شوية من التوابل والملح والفلفل الاسود، وهنخلطهم كويس. بعد كده لما يدبل البصل بالشكل ده كده، هننزل بالبيض بتاعنا وهنسيبه 2 دقيقة لحد ما يجمد من تحت، وهتضيفي بقى البهارات مشكلة وجبنة موتزاريلا مبشورة على الوش بالشكل ده كده، وهتغطي عليهم 2 3 دقايق، وهتطلع معاكي بالشكل ده كده. فطار سريع جدا ولذيذ، ان شاء الله الافكار تعجبكم. دي طريقة تانية، شوية خضروات، جزر وكوسة وخضروات اللي موجودة عندك في البيت بتبشريها كلها، ومعها بقدونس وبطين وجبنة بيضة ومعلقتين من الدقيق وشوية من التوابل المشكلة، وهتخلطيهم كويس جدا بالشكل ده كده. وبعد كده في ورق الزبدة في صاج الفرن هتفردي الخليط بالشكل ده كده، وهترش عليه السمسم وهتدخليه الفرن، هيطلع معاكي بالشكل ده كده. برضو ما بياخدش اي وقت، وفكرة جميلة جدا للفطار او العشاء او للسحور. ان شاء الله الفيديوهات